نبدأ بأول فقراتنا لليوم، وهي الفقرة كتير مهمة رح نحكي فيها عن متلازمة الاغتراب الوالدي. هاي المتلازمة بتنشأ بشكل أساسي بسبب الانفصال وأيضا نزاعات الأهل على حضانة الطفل. اليوم هاي المتلازمة بيتيح للطرف الآخر أنه يفصل الطفل أو يغربه عن أحد الأطراف. اليوم هاي المتلازمة تعتبر اعتداء نفسي بشكل صريح على الطفل، وكتير ممكن تسبب له مشاكل نفسية، ممكن تعلم الطفل أيضا سلوكيات كتير خاطئة. اليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، الاختصاصية التربوية راما حمودي. يسعد صباحك راما. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. اليوم عم نحكي عن مصطلح يعني له تأثير سلبي إن كان على حياة الطفل بشكل مباشر وإن كان على حياة الأهل، ودائما نقول نحن الطفل هو عم يكون الحلقة الأضعف بكل النزاعات ما بين الأب والأم. ولكن إذا بدنا نعرف علميا ونفسيا اليوم الاغتراب الوالدي شو بدنا نقول؟ هلا بداية مثل ما حكيتوا هو نوع من الاعتداء النفسي على هالطفل، هو أسلوب من أساليب سوء المعاملة الوالدية. طبعا احنا قلنا انه خلال الانفصال بيتم التنازعات على هذا الطفل، فبيستخدموا الطفل كاسلوب ل يعني انتقام من الطرف الاخر، لكن هو اعمق من هيك. هو هذا الطرف اللي عم يعمل او عم يستخدم هذا الاسلوب هو مثل غسل دماغ الطفل، فبيعمل على اعاده برمجه عقله، فبالتالي بيتحكم بقراراته بارائه عن الطرف الاخر من خلال تنفيره من هالطرف الآخر. يعني والدك ما بيحبك، والدك كانوا بيضربني، والدتك كانت محتالة، والدتك كانت مهملة تماما، وغيره من الكلام اللي بيأثر عنده على الطفل. فبالتالي هو بيصير عنده نوع من الغربة تجاه الطرف الآخر سواء الوالد أو الوالدة، بيعيش نوع من الاغتراب. يعني هي المتلازمة من كلمة غربة، وهو شعور هذا الطفل بأنه هو بعيد عن طرف من الأطراف يلي هن بشكله الأمان عنده. يعني فهو سلوكيات سيئة مثل ما قلنا، إساءة معاملة والدية وإلى آثار كتير سلبية على نفسية هذا الطفل وحتى على علاقاته بالمستقبل. كل ما ينشأ من علاقات غير سوية بالمستقبل عند هذا الطفل بتكون نتيجة هالسوء المعاملة. طب إذا بدنا نروح ونحكي بعد ما عرفنا هذا المفهوم وتفاصيله، نحكي عن الأسباب الأساسية اليوم اللي بتخلي فعلا الأهل يوصلوا لهي المرحلة، لا يخلوا هاي المتلازمة تصير عند الطفل. هلأ بداية هي خلينا هيك نبرر ليش بيعملوا هالأسلوب. أول شيء أحياناً بتكون هي مقصودة، أحياناً غير مقصودة. مقصودة وقت بيكون أنا بدي انتقم من الطرف الآخر، يعني أنا بدي أخذ الأطفال لعندي، بدي يعني استميل عاطفتهم لعندي، فبتكون هي التصرفات أو هي الأساليب هي مقصودة بشكل مقصود. لكن الغاية منها مو إيذاء الطفل، لا، الانتقام من الطرف الآخر. أما غير المقصودة وقت بيكونوا لا موجودين ببيئة واحدة، يعني ما حدث انفصال أبدا، لكن لحل المشكلات بيلاقوا أنه إذا حكينا للطفل مشكلاتنا ممكن نضغط على الطرف الآخر ونبلش نحل النزاعات. طبعا هذا تفكير خاطئ. بالحالتين هن عنا أسباب كتيرة. بلحظات الغضب كلياتنا منبلش نحكي كلام عن الطرف اللي نحن تخانقنا معه، كلام ممكن يكون جارح بلحظة من اللحظات، لكن بزوال لحظات الغضب نحن بنرجع للطبيعة العادية تماما. وهي اللحظات ما في خوف منها، يعني بزوال هي اللحظات خلص رجعنا عادي طبيعي. فممكن انا صار عندي هالمتلازمه او عملت هي سوء المعامله مع هذا الطفل لكن زالت فيما بعد، فهي اللحظات هي ممكن تكون سبب من اسباب استخدام هالاسلوب من قبل طرف الاب او الام. الثاني هو اضطرابات الشخصيه، يعني الشخصية الوالدية اللي هي بتكون عندها قلة ثقة بالذات أو عدم تقدير للذات، هي بتستخدم هالأساليب لمحاولة يعني إشعار الطفل بأنه أنا موجودة، أنا بحبك أكثر من الطرف الثاني، الطرف الثاني مو مهم بحياتك، وبالتالي إذا أنت حبيته أكثر مني فما رح تحصل على محبتي. وهي اضطرابات شخصية ممكن تكون أنانية نظراً لمحبة الذات ومحبة الأنا عندها شوي عالية،
فبتحصل هي الأمور. السبب اللي هو أهم هو الانفصال. يعني متى ما صار طلاق وصار في مسألة الحضانة بشكل يعني على وجه التحديد، فبيلجأ أحد الطرفين مشان الحصول على الحضانة فبيستخدم هذا الأسلوب كيعني وسيلة للضغط على الطرف الآخر إنه أنا الحضانة معي هي الأفضل، نظرا لأنك أنت عندك مثلا يعني أنت عندك عنف معين أو عندك سوء معاملة كانت معي معينة، فنلجأ لهي الأساليب. هي أهم الأسباب، وهي هي الأسباب وإن كانت صغيرة لكن آثارها على الطفل بتكون كبيرة كتير. يعني قد ما كانت هي الآثار، طبعا الطفل بمرحلة من المراحل بيصير عنده نفور من الطرف الآخر. وقت بيصير نفور من الطرف الآخر ما نتوقع نحن أنه الطرف اللي قام بتحريض هذا الطفل بيحصل على محبة كاملة من الطفل، لأنه إساءة معاملة الطفل رح تنعكس على الطرفين. يعني على الأم إن كانت هي اللي عم بتبادر بهي الإساءة أو على الأب. طيب اليوم راما للأسف هاي الحالة منشوفها يعني منتشرة بنسبة معنا قليلة بالمجتمع، ومنشوف أحيانا الطفل بميل للأب أكثر من الأم أو بالعكس. طيب اليوم في حال صار انفصال أو كان في اغتراب والدي، ورح نحكي عن شق تاني فيما بعد، الاغتراب الوالدي الموجود ضمن البيت بوجود الأب والأم، يعني كمان هي مشكلة أكبر يمكن من الانفصال. لو أنا كيف بدي أعرف إنه هذا الطفل عنده هي المتلازمة؟ هل في أعراض بتظهر عليه؟ هل بقدر أقارن مع طفل سوي نفسيا يبين معي إنه أنا اليوم طفلي عنده مشكلة؟ هلا بما انه حكينا بدايه الطفوله، انا ما رح روح لاخر الخط يلي هو كل شيء بيظهر من سوء معامله، سوء علاقات زوجيه، هو نتيجه الطفوله وبالتالي نتيجه البيئه الحاضنه. صحيح. الاعراض الاولى يلي قبل هي سوء المعامله الزوجيه، في عندي نوبات من الغضب تظهر عند هذا الطفل وقد تتحول إلى العدوانية بشكل مبالغ فيه. يعني خلال المدرسة ممكن يضرب رفيقه لأنه قال له صباح الخير. ليش؟ لأنه هو بيعاني من قلة محبة والدية، هو عرفان أنه في طرف من أطراف الوالدين هن ما بيحبوه، أو حسب ما أوهم الطرف الآخر. هو بالنهاية ما في أب أو أم ما بيحبوا أطفالهم، لكن نتيجة هي الأوهام اللي زرعها هذا الطرف ممكن ينشأ هذا الشيء عند الطفل. هي نوبات الغضب تعمل لي ممكن أحياناً عزلة وابتعاد عن العلاقات الاجتماعية، يعني هو ما بيقدر يخوض مع الأقران أو يقيم علاقات اجتماعية بشكل سوي مثله مثل رفقاته، فبنلاقي عنده نوع من العزلة نوع معين. يعني فأنا وقت بشوف الطفل منزوي ممكن حط أكثر من إشارة استفهام. في حال كانت العلاقات الأسرية آمنة وطبيعية فأنا بنفي أنه هو عم يتعرض لمتلازمة الاغتراب الوالدي، لكن في حال وجود الانفصال خاصة ممكن حط احتمال على الأقل 60% أنه هذا الطفل عم بيعاني من هالمتلازمة، و 60% ما أنا نسبة قليلة على فكرة. أكيد لا. ثالث شيء تقديره لذاته بيكون متدني، ومتدني يعني صفر، مو بس متدني، ما في ثقة، ما في أبدا ثقة بالذات، لأنه أهم حدا بيعطيه هي الثقة هو الوالد أو الوالدة. صحيح. فما بالك إذا كانوا عم بيحرضوا على بعض وعم يستغلوا محبة الطفل لصالحهم، فتقديره لذاته بيكون صفر منعدم. وفي عندي كمان حتى تقديره الدراسي وتركيزه خلال الحصص الدراسية هو مانه تمام ومنخفض، وبالتالي معدله نهاية العام أكيد مو مثل وقت كان عايش العلاقات الأسرية الآمنة. هلأ بشيء اللي كتير هو الحالات الشديدة اللي نحن منعاني منها مع المراهقين، هلأ انتهينا من الطفولة بالمراهقة، بيصير عندي نوع من يعني للأسف مخدرات أو كحول شرب وتعاطي لدى المراهقين بمرحلة مبكرة، وبتوصل لمرحلة الإدمان. ليش؟ لأنه هو عنده قلة ثقة بذاته وعنده إهمال، نوع من الإهمال، فهو بيحاول يعوض عن طريق هي الأمور. أما بالنسبة للفتيات وهذا الشيء اللي هو شديد جدا، هي بتحاول تلاقي ملاذ آمن خارج حدود الأسرة، فبتلاقي الفتيات بعمر المراهقة بتتعرف على رجال هن أكبر منها بفوقوها بالعمر، يمكن بعمر الوالد، لحتى تعود تماما. وحتى هلأ صرنا
في حالات كتير أنا مرقت معي، الشباب أيضا عم يتبعوا هاي الحالة، عم بيحاولوا يرتبطوا بنساء أكبر عمر لأنهم هن فقدوا الحنان يلي هو يفترض تعطيهن الأم. هلأ يمكن نستغرب أنه الأمهات بيتبعوا هاي الأساليب للحصول على الحضانة نتيجة إجراءات روتينية معينة، يعني لحتى تحصل على طلاقة تماما، فبتلجأ لهي الأساليب رغبة منا بالمحافظة على الأطفال والانتقام من الطرف الآخر يلي هو تخلى عنا بالنهاية. لكن الأقوى تأثيرا هو الرجال، ورح نستغرب من هذا الكلام، هل الرجال بيتبعوا هاي الأساليب؟ بنسبة كبيرة، إذا كانت النساء 90% فالرجال تقريبا 40%، و40% ما أنا نسبة قليلة، نسبة منيحة. ليش الرجال بيتبعوا هالاسلوب؟ لانه هن اللي بيصرفوا على الاولاد ومتحكمين بالجانب المادي، فتاثيرهم هن اشد تاثيرا من الامهات. يعني الطفل صحيح بحاجه لحب ورعايه واهتمام من الام، لكن هو كمان بحاجه للجانب المادي اللي بيعطيه هذا الاب، فبيحاول انه انا ما راح اخذك بنهايه الاسبوع لمكان معين، ما راح اسمح لك تروح مع رفقاتك، ما راح ادفع لك اقساط المدرسه، ما راح اشتري لك ثياب جديده، فبيضغط عليه من هذا المجال لحتى يكسب محبته. والطفل للصراحة بحب مصلحته، يعني مين بيعطيني أكثر؟ أنا بحبه أكثر، هذا الشيء طبيعي يعني. فما بنلوم الأطفال عليهم، بنلوم الكبار يلي هن عم يستخدموا هالأساليب ليؤذوا هذا الطفل نفسيا وعاطفيا وحتى مستقبلا على جوانب حياتهم المختلفة. طيب راما، اليوم ما هي الأعراض والآثار السلبية اليوم اللي رح تأثر على الطفل، هل ممكن تستمر معه مدى الحياة؟ وفي حال كانت هي الأعراض فعلا شديدة كتير، ممكن الأهل يتخذوا قرار أنه إبعاد الطفل عن أحد الوالدين اللي هو المسبب لهي المتلازمة؟ هلأ شوفي، ما في قانون بيبعد طفل عن والدته أو والده في حال ثبتت هي المتلازمة، وهذا الشيء اللي نحن كأخصائيين وقت نتعرض لهي الحالات منعاني منه، لأنه نحن بنشتغل على العلاج السلوكي المعرفي، يعني أنا بعالج له معارفه، هي المفاهيم الخاطئة عند الطفل بعالج له إياها، وبعالج العلاقة اللي هي بين هذا الوالد أو الوالدة اللي هو عم يتسبب بهذا الأذى مع الطفل. لكن ما في قانون أو قرار بيسمح لي أنا أني أبعد هذا الطفل عن هذا الطرف، لكن بحاول أنه عالج العلاقة فقط. فهون المسؤولية الكبيرة، إذا كنا قدام أهل غير واعيين للأسف أنا ما بحصل على نتيجة، ممكن الأعراض اللي حكينا عنها توصل للمراحل الخطيرة، وهذا اللي صار للأسف منتشر بكثرة. يعني رغم اليوم يعني نحن شو بينقصنا اليوم حتى ما تكون عندنا هاي ثقافة الوعي باحتضان الأطفال حتى لو صار انفصال؟ يعني شو في مقارنة بالدول الأخرى؟ يعني الطفل بيكون هو الهم الأول للأم والأب الأب في حالة الانفصال، بيكون الاهتمام والرعاية له، أما عندنا العكس، يعني بيكون هو السلاح بين الطرفين للمحاربة بين الأطراف. يمكن نحن بحاجة لأكثر كورسات، بحاجة لتوعية أكثر. طيب ولكن نحن عندنا حالة أخرى يمكن هي أبشع وأصعب من الانفصال، خلاص هذا أمر الله، اثنين انفصلوا، ولكن اليوم عندنا اثنين قاعدين بنفس البيت ولكن هنن منفصلين عاطفيا، منفصلين بكل شيء يعني. طب هذا الطفل اليوم كيف بده يعيش معهم؟ هلا شوفي، إذا ما كان الوعي نحن نشرناه بالمجتمع فما حدا بيقدر يأثر، وإذا ما كانت الأم أو الأب عندهم هذا الوعي أو عندهم درجة التقبل. شوفي بالمجتمعات الغربية هلأ صاروا يطبقوا قانون أنه لنفترض صارت تجاوز لإشارة المرور، فهن بيسحبوا منه الرخصة لفترة معينة وبيعملوا له إخضاع لكورسات تدريبية لحتى ما بقى يكرر هذا الخطأ، وبالتالي بيرجعوا له رخصة القيادة بعد اتباعه هي الكورسات والدورات، وبيتأكدوا انه هو فعلا صار قادر انه يحمل هي الرخصة. نحن اذا تفعل عنا هذا القانون، طبعا نحن ما عم نقول انه نحن نسحب الطفل من والده او من والدته، لكن هي الدورات التدريبية بعدها في هجوم المجتمع عليها انه انا شو رح يفيدني روح اتبع هي الدورات، شو رح تعلمني اكثر؟ ما انا ام، ما انا عندي مشاعر، المشاعر وحده ما بتكفي. احيانا نحن من زياده المحبه
نأذي الطفل بدون ما نشعر. الانفصال الصامت أو الانفصال العاطفي اللي حكيتي عنه هو أشد أنواع الانفصال تأثير على الطفل. يعني تصوري أنا بكون مع شريك حياتي بنفس البيت لكن ما في أي علاقة بيناتنا ولا حتى أي مودة. والطفل بيشعر بهذا التناغم، إذا كان ما شعر فيه فما بيقدر يكون سوي نفسياً. هلأ لحتى أقدر أنا أكون واعية، يا أما بدي أخذ الانفصال الحقيقي وبالتالي أنا بحافظ على هذا الطفل من أنه يعيش ببيئة هي غير آمنة بالنسبة له، أو بدي يكون موجودة بمكان واحد لكن همي الأول والأخير هو رعاية هذا الطفل وتأمين احتياجاته العاطفية قبل احتياجات الأكل والشرب والنوم اللي هي أي حدا بيقدر يقدمها لأي حدا. تمام؟ فلازم الوعي المجتمعي يكون بشكل أكبر، لازم نحن نغير نظرتنا للدورات التدريبية وخاصة بعلم النفس وبالتربية. هي صارت منتشرة والجمعيات ما عم بتأثر بهذا الشيء، لكن النظرة المجتمعية السلبية لهي الدورات بعدها قائمة وما عم نقدر نغيرها. هو بده شوية مجهود تماماً. أكثر هو بده مجهود أكثر. هلأ في شيء كتير مهم لازم نحكي، أنا اخترت شريك حياة وبنيت معه علاقة وما حدا فرضه علي. يعني هلأ نحن بمجتمعات خلينا نحكي واقعياً، البنت هي اللي عم تختار شريك حياتها والشاب يعني الحكي نفسه ما متغير. فبما أني أنا اخترت العلاقة وبنيت هي العلاقة وقررت بدون ذنب لهذا الطفل أني أنا أنجب طفل، فأنا يفترض المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتقي سواء كان والد أو والدة. يعني نحن ما منهاجم الأمهات فقط، حتى الآباء لهم مسؤولية بهذا الشيء. إشباع الحاجات العاطفية ما بيكون من الأم فقط، كمان الأب له دور فيه. فقد ما كنت أنا واعية أنه أنا اخترت شريك الحياة واخترت أنجب طفل، لكن تربيته ورعايته هو مو اختيار، هو صار مسؤولية كاملة بتوقع علي وبتوقع على شريك حياتي اللي أنا اخترته. تمام. طب راما اليوم من خلال متابعتك والحالات اللي بتشوفيها عندك اليوم، شو أكثر الألفاظ أو السلوكيات اللي عم تأثر فعلا على الطفل اللي عم ياخدها من الوالد اللي هو عم يغربه عن الطرف الآخر؟ بالإضافة مين هنون الأشخاص اللي هنون بيأثروا أكثر، الأب أو الأم بهي الحالة لحتى يشكلوا هي المتلازمة فعلا عند الطفل؟ هلأ شوفي، مثل ما قلنا هن الاثنين لهم تأثير والتأثير سلبي واضح، لكن مثل ما قلنا الأب من الجانب المادي أما الأم من الجانب العاطفي بتلعب على العواطف أكثر، أنه أنت ابني أنا بحبك أكثر. أما الأب ما بيستخدم هذا الأسلوب، غالبا هو بيشكك بقدرات الأم أنه هي عندها نوع من الاحتيال، هي حابة يكون عندكم أنتوا عندها لحتى تحصل على الجانب المادي مني، فهو بيلعب على هذا الشيء. أما الحالات اللي أكثر هلأ انتشاراً وهي الأشد خطراً هي الحالات اللي عم نشوفها عند الشباب والبنات وقت بيتجهوا ليحصلوا على مصدر أكثر أمان من بيئة ممكن تكون غير آمنة. يعني أنا ما بعرف هذا المراهق أو هي المراهقة لمين اتجهوا لحتى يحصلوا على مقدار الحب اللي هن ناقصهم. فالفكرة أنه أنا ممكن تكون الحالات الخفيفة ككلام فقط ما بتأثر، لكن استخدام العنف كمان تجاه الطفل، تعنيفه لحتى كره هذا الطفل بالطرف الآخر ممكن توصل لهي الحالة، هذا بيوصله لهي الحالة. وممكن أنا تظهر عندي مثل ما قلنا بالمستقبل وقت بيجي بشكل عائلة هو بيستخدم الأسلوب نفسه اللي كان عم يتعرض له. تماما. ما هو الطفل شو هو؟ إنعكاس لمرأة اليوم، مرأة لأهله. طيب اليوم هيك راما بالوقت اللي بقي معنا، في حال كانت هي الحالة موجودة واليوم حب الأم والأب الأب يروحوا للحالة الإسعافية لهذا الطفل بالتعاون مع الأخصائيين النفسيين، شو هي أهم الحلول أو النشاطات خلينا نقول اللي بتشتغلوا عليها ليطلع هذا الطفل من الحالة؟ هلا بداية أول شيء بدنا يكون في بالمدرسة ملاحظة وتقصي للحالة والأعراض اللي موجودة عند هذا الطفل. نعم. لأنه نحن ما بنقدر ناخد طفل من عائلة هن عم يشرحونا أنه عم بيصير معه واحد اثنين ثلاثة، مو قلة ثقة بالعائلة لكن الأب والأم غالباً بتحركهم عواطفهم فما بيقدروا يوصفوا الحالة بشكل أكبر، بدي طرف خارج نطاق العائلة. فأنا بتجه أولاً للتواصل مع المدرسة، إما معلمة الصف أو المرشد الموجود بهي المدرسة. لهيك وجود تقرير بالمدارس هو اللي
بيعتبر الخطوة الأولى اللي أنا ببني عليها، زائد الملاحظات اللي هن الأهل عم بيقولوا لي إياها واللي هن غالباً ما بيقولوها للأسف، يعني نحن بنكتشفها من خلال التعامل بيخجلوا. والكلام مع الطفل تماماً. يعني تصوري في طفل ضرب أخته بشكل مبرح، فهن خجلوا يقولوا لي إنه الأم متعرضة لنوع من التعنيف من قبل زوجها كرمال ما أخذ يعني نظرة سلبية أو سيئة على هذا الطفل. العلاج الوحيد هو سلوكيات ومعارف، يعني علاج سلوكي معرفي فقط، أنا بغير معارف هذا الطفل وبغير المفاهيم بالاتفاق مع الأب والأم، بغير الاتفاقية ما بنقدر أبدا. يعني العلاج موجه للأهل قبل ما يكون للطفل، لأنه هن سبب هذا الشيء، فالعلاج ببلش من عندهم، هن بدهم يغيروا المفاهيم والسلوكيات لحتى نغير هذا الطفل، ينعكس على الطفل تماما. راما، لازم دائما الأهل يتذكروا أنه الطفل دائما هذا الشيء عواطفنا ما نستخدمه لأنه نأثر عليه، رح نأثر عليه للمستقبل. أكيد بدنا نتشكرك ونشكر حضورك معنا والمعلومات اللي قدمتيها، بقية نهار حلو لإلك. شكرا كثير لكم، شكرا راما، ودائما نقول لك الصحة النفسية لكل أطفالنا، أهلا وسهلا فيك. شكرا.